وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أهلا بك دكتور في نشرة الثالثة. في ضوء زيارة الوفد الإعلامي يوم أمس للاجتماع مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، حدثنا عن مشاريع وإنجازات المؤسسة في مجال الأعمال الإنسانية وكذلك الإغاثية. في البداية أشكركم وأحيي مشاهديكم الكرام. إحنا نحظى في المؤسسة بدعم كريم من راعي الأيتام سيدي جلالة الملك ومؤازرة من سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء وقائد العمل الإنساني سمو الشيخ ناصر، وحيث سموه دائما يحفزنا على الاستفادة من خصال التشجيع والإبداع والتحفيز لتعزيز دور المؤسسة لتقديم الرعاية الكبيرة للأيتام والأرامل وجميع قطاعات المجتمع في مملكة البحرين من أجل توفير الحياة الكريمة للجميع. وكان لنا شرف استقبال مثل ما ذكرتوا وفد إعلامي دولي يوم تقدم لهم شرح عن إنجازات المؤسسة والأسلوب المهني في إدارة الأعمال، ووضحنا لهم أن المؤسسة عملت على تقديم الرعاية الشاملة لأكثر من 11 ألف يتيم وأرملة من مختلف مدن وقرى مملكة البحرين منذ التأسيس، حيث أنها تشرف حاليا على كفالة 4200 يتيم ومساعدة 6400 أرملة، كما أن المؤسسة تعمل داخل البحرين على تنفيذ 12 مشروع استثماري تنموي لصالح ومستقبل أيتام البحرين. بالإضافة إلى دور سيدي جلالة الملك في خدمة الإنسانية، حيث يعتبر أن رقي الأمم تعتمد على مدى مو فقط خدمتك لداخل البلد، أيضا لمساعدتك للأشقاء المتضررين. ساعدنا 15 دولة وعملنا عدد من المراكز الطبية والمستشفيات، وأمام هالحشد الكبير من الإعلاميين اللي كانوا حاضرين البحرين، ومن باب الصدفة إن أحد الإعلاميين من نيبال كان موجود ضمن الوقت وكان مرافق معي أثناء زيارتي وزيارة وفد البحرين أثناء الزلزال المدمر، فكان جدا يعني صدفة جميلة. طبعا شرحنا لهم أيضا أسلوب المؤسسة، أسلوب العلمي والتعامل مع منتسبي المؤسسة واحترامهم وصون كرامتهم، مو بس إني بس أيضا في خارج البحرين لنتعامل مع الناس نحصل على الاحترام الجميل. ومن هالمنطلق مع أن البحرين مواردها محدودة قدرنا على نحصل على جوائز عالمية للأسلوب الإداري ونوعية الخدمة نقدم لها، فكانوا أمانة جدا متأثرين، وكثيرين منهم أخذون على الهواء لنقل تجربة البحرين مباشرة إلى بلادينهم، وهي يسرنا جدا الحمد لله. هي جهود جبارة تقدمها أكيد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. بوركت جهودكم دكتور مصطفى السيد، الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لك.